ما هي الملكية الدستورية؟ ما هو الدستور؟ وكيف يتم تطبيقه في المغرب؟ دابا حنا كنكونوا في واحد الحي ولا في واحد العمارة، وعندنا مجموعة من المرافق مشتركة في ديك العمارة، كنبغيو نسيروها. كاينة واحد الحاجة كتسمى الفنادق، الأحياء الشعبية. دابا الناس اللي في الأحياء الشعبية، كيموت شي حد وما في حالوش، ولا كيمرض شي حد ما في حالوش، ما عندوش، كيبغيو يتعاملوا معاه. كيجمعوا واحد ثلاثة واحد ولا أربعة د الناس، وكيقلبوا على واحد الحل، وكيبداو يطبقوا، يا كيدوروا جمع الفلوس، يا كيمشيو يتواصلوا مع المؤسسات باش يحلوا هذاك المشكل. كيتفاهموا. إذا النظام ديال الملكية الدستورية هو أنها أنه نظام تعاقدي، كاين عنده واحد النطاق التأسيسي ديال الدولة، وكاين واحد القانون اللي كينظم العلاقة ديال الشعب المؤسسات مع المؤسسة الملكية. وهذاك هو الدستور، لان ملي كنبداو نقولوا كنقولوا مصطلحات كبيره، الناس راه كيتخلعوا. كنقولوا الدستور، كيقولوا الدستور، كنقولوا قانون اساسي جمعنا بلا باش نسيروا مثلا القطاعات التشريعات، خصنا برلمان، وهذا البرلمان باش يكون ديمقراطي خصو يكون ممثل من الشعب. ما يمكنش 40 مليون مواطنين يبرك في البرلمان، ما يمكنش. اذا كلشي خصو يبرك، اذا خصنا ممثلين ديالهم. باش قبل ما ندوزو للبرلمان، خلينا في الدستور باش نشرحوا للناس بلي الدستور راه بحال كيف ما قلتي، عطيتي واحد المثال ديال النظام الاساسي، مثلا بحال النظام الاساسي ديال الشركه، هو اللي فيه الاساسيات اللي ما كنقيسوهاش ديال هاد ديال الدوله. دابا الدستور ديال 2011 جاب مجموعه من الامور اللي هي اللي كانت هي الركيزه الاساسيه اللي كتخلي الملكيه في المغرب ملكية ديمقراطية. علاش؟ هو النظام فصل السلطات. هاد الدستور ماشي غير جا وقاموا بالصياغة ديالو وبدينا نبداو كنطبقوا علينا. لا، الدستور جا بناء على واحد اللجنة، يعني أسسها جلالة الملك، وهاد اللجنة كلفها بصياغة مشروع الدستور، وهذاك المشروع ديال الدستور باش يقوموا بالصياغة ديالو تم التشاور مع اللجان البرلمانية، التشاور مع الأحزاب السياسية، تشاور مع جمعيات مدنيه، تشاور مع اسس حقوقيه، تشاور مع الجميع باش خرجوا واحد المنتوج اللي هو واحد الدستور. هذاك الدستور باش ممكن يتطبق في البلاد راه ما جاش هو يطبق، لا، راه خص تكون عنده الشرعيه. الشرعيه شنو هي؟ هي ان الشعب يمارس حقه في التصويت عليه. الاشكال شنو؟ اشكال هو الشعب فهم الدستور ما فهموش، واش قراه واش ما قراش، واش عنده بعدا في الدار ولا ما عندوش. يعني هذا ديما كنقول واحد القضيه، اي مواطن كيف ما كان نوعه، كتلقاي المسلم عنده قران في الدار، تلقاي اليهودي عنده الطوغا ديالو في الدار، ولكن راه كنتي في دوله تنتمي لواحد الدوله، راه خصك يكون عندك القران، يكون عندك الدستور، يكون عندك القانون الجنائي، يكون عندك قانون الاسره، جميع القوانين. علاش؟ لانك انت اي حاجه درتيها غتحكم بدوك القوانين اللي انت صوتتي عليها بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. شنو هي الشكل المباشر؟ الدستور كنصوتوا عليه في عمليه الاستفتاء، ماشي البرلمان هو اللي كيصوت عليه، لا، كيتحط الاستفتاء، الشعب كله كيصوت عليه، كان متحزب او غير متحزب، بمفهوم ان صوت عليه الشعب راه كنطبقوه. كندوزو لابليكاسيون ديال الدستور، كتنشر في الجريده الرسميه، كندوزو المناقشه ديالو في البرلمان باش ننزلو المؤسسات الدستوريه، حيت الدستور راه تيجي بمؤسسات. فالمغرب ملكيه دستوريه، ملكيه عندها قانون اساسي ديالها، ديمقراطيه لان الدستور ديالها او القانون الاساسي ديالها كينص على فصل السلطات، وان ذاك الدستور صوت عليه الشعب المواطن يمارس حقه الديمقراطي في التصويت. اليوم المواطن ما عندوش الحق يقول لا، راه الملك شوف التجربه ديال جائحه كوفيد 19 ديال كورونا، حنا من بين 10 دول في العالم اللي كنديروا اللقاح للمواطنين، كاين دول عظمى في العالم ما لقاوش اللقاح. علاش؟ لان جلاله الملك ملي شاف واحد الارتباك في بدايه تدبير الجائحه من طرف رئاسه الحكومه، وهذا كان ثابت لانه خرجوا بتصريحات كيقولوا واش كاينه كوفيد راه غير مرض عادي كسائر الامراض، وخرج مجموعه من الامور. تدخل جلاله الملك وشكل لجنه في الرقابه وتراس هذه اللجنه وحدد المسؤوليه ديال كل شخص، وهذا الشيء اللي الى غاسوري شويه الشعب. لا، ماشي غير غاسوري، كيفاش كل المغرب الا مشينا نشوفوا الحالات ديال الاصابات والحالات ديال الوفيات مقارنه مع اي دوله يختارها المواطن،
راه هادشي دابا دابا كيف ما قلتي لهم ويكيبيديا يدخل غير ويكيبيديا يلقى المغرب راه هضر فيا ويدبر الجائحه في ظرفيه اللي كانت ظرفيه صعبه، الحدود مسدوده، السياحه ما كايناش، الفلوس ما كدورش، الاقتصاد واقف، كلشي واقف، والحمد لله الناس عاشوا مع بعضياتهم وكلوا مع بعضياتهم، وكان الدعم استثنائي وكان العلاج مجاني والتحاليل مجانيه فواحد المرحله معينه اللي كانت كارثيه واستباقيه، الفاكسيناسيون دابا الجلبه مجانيه، هذه امور كلها لولا جلاله الملك ما تخبطنا في ازمه. باش ما نخرجش على الموضوع نرجعوا دابا فهمنا شنو هي ملكيه دستوريه برلمانيه، يعني عندنا برلمان ديمقراطيه واجتماعيه. دابا الملكيه شرحناها، الدستوريه شرحناها، ديمقراطيه شرحناها، ديمقراطيه شرحناها، برلمانيه برلمانيه بانها تخضع لرقابه الشعب وتسير برقابه الشعب. شنو هو البرلمان؟ ممثلين عندنا برلمان فيه ممثلي الامه ماشي ممثلي الملك. الناس ماشي فهم اللي يشوفوا البرلمان كيتناقشوا وكيدويو، هذوك راه ممثلي الامه. ولا ديك الخلعه ديال الناري راه هذاك برلماني، هذاك راه هذاك البرلماني هو خاصو يخاف منك. راه منك تما حتى صوتي عليه وعطيتيه الصوت ديالك باش يبان لك فداك الكرسي باش يمثلك. هذاك رئيس البرلمان راه هذوك اللي صوتوا عليهم كلهم تجمعوا واختاروا واحد كيترأس داك البرلمان. اي مواطن ممكن يكون غدا برلماني الى خدا الثقه ديال الشعب. الشعب اين الشعب هذا اللي كنقولوا الشعب راه ماشي المغرب كله، كل واحد. الدوائر الانتخابيه في المغرب قسمنا مجموعه من العملات والولايات والدوائر الانتخابيه، لكل دائره كتقدم مرشح ديالها. الناس اللي ما كيعرفوش راه ماشي ضروري ترشح يكون بحزب سياسي، راه ممكن تكون لا منتمي، يبان لكم واحد السيد في الدائره ديالكم كيعجبكم معقول، واخا المعقول ما عندناش حنا هذا المعقول، ولكن تيبان لكم كيناضوا كتمشيو تختاروه وتشجعوه وتدعموه ماديا وديروا ليه الحمله الانتخابيه باش يصوتوا على الناس باش يمثلكم البرلمان، ماشي ضروري يكون عنده لون سياسي. المهم غير البورت بارول ديالكم اللي غادي هذاك راه غتصيفطوا باش يدافع. ولكن مساله اخرى دابا حنا خلينا برلمانيه حيت دابا مشينا لاخرى امور اخرى باش نشرحوا الانتخابات من بعد. صحيح، مي حنا غنمشيو للبرلمان، فالقرارات تتخذوا بالتصويت في البرلمان، تناقشوا في البرلمان كل قرار، حتى الشراكات الثنائيه مع الدول الاجنبيه، حتى التمويلات الاجنبيه، حتى القوانين اللي كيخرجوا اللي كيكون بعد المرات كاين واحد القانون كبير اللي كيكون في الدستور، القانون الاول مثلا كيكون في الدستور، وابخي حنا كنصوتوا على شي قوانين اخرى فرعيه في البرلمان تيتم مناقشه في البرلمان ممثلين الشعب، اذا الشعب هو اللي كيسير راسه براسه بطريقه برلمانيه بانتداب ممثلين ديالو. هاد الكلمه اللي قلتي هي اللي خاص الجمهور يفهمها، هو ان راه الشعب هو اللي كيسير راسو براسو، واهم حاجه باش يسير راسو براسو هو انتخابات. غير باش الناس ما يبقاوش اي حاجه كتوقع لوحوها على البرلمانيين ولوحوها للمسؤولين، حنا هما اول مسؤولين لاي حاجه كتوقع. كاينه واحد اللغه العدميه اللي انتشرت داخل المجتمع وتوارثات عند الاجيال، كيقول لك لا انتخابات راه كيطلعوا اللي بغاو يهبطوا اللي بغاو، لا راه كاين تزوار في الانتخابات، لا راه كاين هاد اللغه هذه راه تجاوزناها حنا بقرون، تجاوزنا هاد الشيء خاصه مع دستور 2011. اليوم المواطن خصو يتحمل المسؤوليه ديالو، راه شركاء في الحقوق وفي الواجبات، الواجب ديالك انك تختار الناس اللي غيمثلوك في داخل ديك الغرفه ديال البرلمان. اذا حنا ملي كنقولوا ملكيه دستوريه ديمقراطيه برلمانيه راه كنقولوا برلمانيه حقيقيه بمؤسسه برلمان مستقله، من يجلس او يجلس في مقعد من مقاعد البرلمان راه صوتوا عليه الناس اللي في الدائره ديالو، صوتوا عليه لانه كيبغيوه كيحبوه، صوتوا عليه لانه كيتيقوا فيه، صوتوا عليه حيت دور معاه كيتحملوا مسؤوليته. المهم راه هما كيتحملوا المسؤوليه ديالو، فالسلوك ديال المواطن هو اللي كيحكم على المشاريع والقرارات. انت وضميرك كيفاش؟ انت وضميرك ملكيه دستوريه، يعني القانون الاساسي ديال التاسيس ديال الدوله، يعني برلمانيه دستوريه ديمقراطيه بمفهوم ان المواطن هو الذي يشارك في الاستفتاء ويصوت على دستوره، برلمانيه بمفهوم ان المواطن هو الذي يختار من يمثله داخل غرفه البرلمان ليتخذ قرارات في مستقبله وفي خطته واستراتيجيه الدوله كانت اقتصاديه او اجتماعيه. المهم مواطن هو مسؤول كل شيء، انت المسؤول على كل شيء. هي ديك البركه اللي عندنا الله يحفظها لنا، ديك البركه اللي كتضمن لنا الاستقرار وكتضمن لنا التحكيم، وملي كنقول استقرار اللي يفهمنا تاخر.
خاطر الاستقرار السياسي. اي صح، يعني الاستقرار الدولة. الاستقرار الوغ دابا شرحنا النظام ديال المغرب الملكي الدستوري برلمانيه ديمقراطيه واجتماعيه، وفهمنا الناس بان راه ايفيكتيفمون كاينه عندنا ديمقراطيه في المغرب من التصويت على الدستور والتصويت على البرلمان الى اخره. ما نطولوش على الناس لا فيديو، غنقولوا لهم غنتلاقاو في الحلقه الجايه باش تبعوا معنا تتمه الشرح ديال شنو هو وكيفاش داير النظام السياسي في المغرب. We'll be right back.